السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هنشرح إزاي أقدر أعمل عملية تسجيل على موقع تينكر كات عشان أعمل سيركت كونستراكشن أو بناء الدوائر الإلكترونية. أول حاجة بنفتح الصفحة www.tinkercad.com، بيبان معايا الصفحة الرئيسية اللي قدامي، بختار Start Tinkering وهيظهر معايا الصفحة ديت. فأنا ما معيش حساب، فالمعلم هيضغط أو التيتشر يختار Educator والستودنت هيختار Student، بضغط عليها. أول حاجة بتفتح لي على Join Class، لسه الطالب ما عملش حساب فإحنا هنقفل من الإكس ده. هيفتح معايا الصفحة اللي هي Registration. طبعا حسابات الجوجل مغلقه، مش هينفع حد ان هو يعمل عليها حساب الا اذا كان الطالب عامل حساب من قبل. فاحنا هنخلي الطلبه عشان الاجهزه بتاعتهم يختاروا مور اوبشن، وندخل من خلال ساين ان ويز مايكروسوفت. هنختار ساين ان ويز مايكروسوفت، هيفتح معايا الصفحه ديت. انا مش محتاج الايميل، مثلا الطالب لسه ما عملش ايميل او ما عندوش ايميل على الهوت ميل، بيختار كرييت 1. هنضغط على كرييت 1، هيفتح يقول لي اكتب لي الايميل بتاعك. يفضل ان الطالب يكتب الايميل بتاعه زي الايميل الوزاري، هيكتب مثلا s12345678 مثلا بنكتب بقى @hotmail.com، بحيث يكون نفس الحساب قريب من حساب الطالب. وبنضغط نيكست، هيقول لي اكتب الباسورد. هنكتب الباسورد مثلا اي باسورد، وبعدين هضغط نيكست. هيقول لك اكتب الاسم الاول الفيرست نيم واللاست نيم، تكتب الاسم الاخير، وبعدين نضغط نيكست. بيقول هنا اكتب تاريخ الميلاد، الطالب هيكتب عادي الديت اوف بيرث مثلا، وبعدين نضغط نيكست. الخطوة اللي جاية هيحب يتأكد منك أو يتأكد من إن الشخص مش روبوت، هتضغط نيكست. بيقول لك هنا بيك ذا كاو، بتدور على الكاو هنا فين، تضغط عليها، تضغط على الصورة. خلاص كده اكتمل الحساب، باقي خطوة واحدة بس، وبعدين هنخش على الموقع بتاعنا. بقول له يس، بديله صلاحية إن هو يشوف البروفايل، وبضغط لو حابب استقبل ايميلات منه بضغط كونتينيو. كده انا عملت عملية الريجستريشن وتم التسجيل بالنسبة للطالب. بيفتح له الصفحة الرئيسية الخاصة ب تينكر كاد. طبعا في اكتر من حاجة، في 3 دي ديزاين والسيركت والكود بلوك وبعض الليسنز. انا يهمني هنا اللي هي السيركت، هضغط على السيركت، هيفتح معايا الصفحه ديت. هقول له كرييت نيو سيركت. طبعا هنا بقى بيفتح لي الصفحه الخاصه بالديزاين، ازاي اقدر اعمل تصميم للسيركت بتاعتي. خلينا نعمل بس سامبل كده بسيط عشان نشوف هو بيشتغل ازاي. طبعا بننزل البريد بورد بتاعتي، بتسحب عادي دراج اند دروب، وهنضيف مثلا باتري اوكي، وعايزين برضو ليد تمام، وننزل برضو ريزيستنس او ريزيستور، وكمان خلينا نكتفي بكده. ديت نعمل حاجه بس سامبل كده بسيطه. اول حاجه بنعملها اللي هو التوصيل الباور بتاعي، في عندي طرف بوزيتيف ونيجاتيف اللي هو الباور والايرث او الجراوند. هاخد الجراوند بوصله بالجراوند، والباور هوصله في الباور. احنا عارفين ان كل الكولون ده كله متصل مع بعضه البعض، يعني اي وصله خدها من هنا انا كده بوصل ايرث، واي وصله من هنا بوصل باور، على عكس الايه الكونكشن الخاص بالكومبوننت. هنا بيبقى كل رو مع بعضه متصل مع بعضه البعض كونكشن. فانا هنا عشان اعمل التوصيل بتاعي ببدا اعمل ايه؟ الاول هبدا اوصل الباور للريزيستنت اللي هو الموجب،
باخد من هنا كده للريزيستنس، ومن الريزيستنس للفيرست ليج لللمبه الليد. كده اللمبه الليد متصله على طول مع الريزيستنس، ناقص بس اكمل الدائره الكهربائيه ان انا هوصل الايرث بتاعي كده. تمام، بعد ما بوصله بعمل تشيك على السيركت اللي انا عملتها دي، بعمل ستارت سيميليشن كده اللمبه اشتغلت، يبقى انا كده موصل التوصيلات بتاعتي سليم. في عندي كمان بعض السنسور بقى الحساسات زي الفايبريشن موتور، وفي عندي الليد ار جي بي ديت كالرد ريد جرين بلو واشكال مختلفه يعني. كمان هنا اللمبه بتاعتي ديت اقدر اغير الكالر بتاعها لو عايز، من هنا بعلم عليها واختار اللون اللي انا عايزه. تمام، وفي عندي بعض السنسورات دي كلها هنشتغل عليها فيما بعد باذن الله في الدروس الجايه. اتمنى يكون الشرح بسيط، ويا ريت الكل يبدا يعمل الحسابات بتاعته عشان بعد كده الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله هيبقى دوائر كهربائيه ونبدا نطبقها مع بعض. يا ريت ما تنساش تعمل تضغط على لايك وتعمل سبسكرايب عشان الفيديوهات اللي جايه تظهر لك على طول بدون ما تبحث عنها. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.